نتابع معاكم ان شاء الله العزة على كبر. بسم الاب والاب والروح القدس اله واحد. كنا اخذنا في المرة اللي فاتت انتم ملح الارض وانتم نور العالم. ناخذ الايه اللي بعديها، انتم ملح الارض ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء الا ان يطرح خارجا ويداسوا من الناس. في الحقيقه كلام صعب. المسيح فيما يشجع الناس ويقول لهم انتم زي مناره على جبل وانتم نور العالم وانتم ملح الارض، هو في الحقيقه يكلمهم عما ينبغي ان يكون، ما ينبغي ان يكونوا عليه وما ينبغي ان يصيروا اليه. ومع ذلك اذا كان الواحد ملح للارض ففي احتمال ان هذا الملح يفسد. ليس احد معصوما، العالم كله معرض للخطيه. يقول لك اذا فسد الملح بماذا يملح؟ اذا كان الناس اللي هيصلحوا العالم هم نفسهم اصبحوا غير صالحين، فمين اللي يصلحهم؟ اذا كان الاب اللي في البيت اللي بيربي الاولاد هو نفسه امثولة سيئة، مين اللي هيربي هذا الاب؟ ومين اللي هيربي هذه الام؟ ومين اللي يربي القادة؟ ومين اللي يربي المعلمين؟ اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ وايام السيد المسيح فعلا كان كثير من الملح قد فسد. الكتبة، الفريسيون، الصدوقيون، الناموسيون، الكهنة شيوخ الشعب، وهم ملح الأرض في ذلك الوقت، كانوا قد فسدوا. حتى في التعليم لما نقول فسد الملح نقصد الآتي: إما فسد بالانحراف الفكري أو الانحراف العقيدي والإيماني، أو فسد بالانحراف السلوكي، أو فسد بالكبرياء أو بمحبة المال أو بالعظمة أو بالتسلط. كل هذه الأشياء يمكن أن تفسد الملك. السيد المسيح قال لهؤلاء إنهم قادة عميان، أو قال إنهم عميان قادة عميان، وتكون النتيجة إن أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقطان في حفرة. إذا كان خادم مدارس الأحد أو خادمة مدارس الأحد ليس مثاليا في سلوكه يبقى فسد الملح، فسدت القدوة. من أين يؤخذ التعليم؟ ممكن إرشاد المتعلم، لكن كيف يمكن إرشاد المعلم؟ دي مشكلة. هؤلاء الذين فسدوا كملح ربنا قال لهم: أنتم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، وقال لهم أنتم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل، وقال لهم تطوفون البر والبحر لكي تكسبوا دخيلا واحدا، وإذا حصل تجعلونه ابنا لجهنم مضاعفا اكثر منكم.
هنا كان الملح قد فسد. أيام السيد المسيح لما جه على الأرض متجسدا كان التعليم قد فسد، كان الرعاة قد فسدوا، بل فسدوا قبل هذا أيضا. ولذلك في أشعية 3 وفي أشعية 9 يقول شعبي مرشدوك مضلون، مرشدوك مضلون. وفي أيام المسيح كانت قد انتشرت الحرفية، الحرفية والسطحية، ومن أمثلتها الحرفية في تقديس السبت. كان الملح قد فسد من جهة التعليم، ما بقاش فيه تعليم سليم. ولذلك إن كان الفداء هو العمل الأساسي للمسيح في تجسده، فأيضا من الأعمال الهامة إصلاح التعليم، لأن الملح كان قد فسد في تعليمه، لم يعد يملح ولا يصلح ناس. إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ ممكن المنارة العالية تتزحزح من مكانها، ممكن الملح يطرح خارجا ويداس من الناس، ممكن. العجيب في العزة على الجبل لا نجد مرحلة متوسطة، ما فيش مرحلة متوسطة، إما ناس مدينة كائنة على جبل، منارة من فوق، مصباح يضيء لكل الناس، وإما ملح فاسد يداس من الناس. لدينا دي ما فيش مرحلة متوسطة، يعني إما إنك أنت بتاع ربنا لا مش بتاع ربنا. الملاك بالكبرياء صار شيطانا، فسد هذا الملح حتى في السماء، لأن الملائكة منح للأرض، أليسوا جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ ممكن. ولما فسد الملح صار الملاك شيطان، مفيش مرحلة متوسطة، إما ملاك لإما شيطان، لإما نور لإما ظلم، لإما ناس بتوع الملكوت والنعيم الأبدي لإما ناس بتوع البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. مرحلة متوسطة مفيش. أنت اللي هو فيهم، أنت اللي هو فيهم. وأيام المسيح حينما فسد الملح قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلام، كان النور قد تحول إلى ظلمة وأصبحت له سلطة، كان الملح قد فسد. والقادة أصبحوا عميان، والمرشدون أصبحوا مضلين، وجاء السيد المسيح لكي يعين ملحا جديدا من طبيعة جديدة لإصلاح الناس الذين على الأرض. كمان عايزين نعرف إن ربنا مع التشجيع لا يمنع العقوبة، يعني صحيح يشجع الناس يقول لهم انتم نور العالم، عايزين اكثر من نور العالم؟ ده قال انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلم، واعطاهم لقبه واسمه، فقال لهم انتم نور العالم، انتم ملح الارض، انتم مدينة كائنة على جبل، انتم مصباح فوق المنارة يضيء لجميع الناس، انتم فليضئ نوركم قدام الناس ليروا اعمالكم الحسنة ومجدوا اباكم الذي في السماء. ولكن برضو هذا المديح، هذا التشجيع ما يمنعش ان فيه عقوبة. ايه العقوبة؟ اذا فسد الملح يطرح خارجا ويداس.
تكاسل من الناس. حاجة صعبة يا رب. أنا ما اضحكش عليكم، لأن كده الابن كده، عشان الناس اللي بيفتكروا أن العقوبة موجودة في العهد القديم بس، وربنا كان بتاع عقوبة في العهد القديم وفي العهد الجديد حنين وطيب ومش بتاع عقوبة، ده من أول العزة على الجبل قال لهم يطرح خارجا ويداس من الناس، وقال للناس الذين يطرحون في الظلمة الخارجية، وقال البكاء وصرير الأسنان، وقال حاجات كتيرة عن العقوبة في العهد الجديد. الله هو هو في القديم وفي الجديد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. عشان يطرح خارجا ويداس من الناس، ده يطرح خارجا في الملكوت ويطرح خارجا على الأرض. في الملكوت الذين يلقون إلى الظلمة الخارجية بيطرح خارجا، وعلى الأرض اعزلوا الخبيث من وسطكم. ده بولس الرسول وبخ أهل كورنثوس لأنهم لم يعزلوا الخبيث من وسطهم. والكنيسة زمان كانت في منتهى الدقة، في منتهى الحزم، ما كانش فيه خاطئ يخش الكنيسة ده يطرح خارجا. كانت وظيفة الإبدياكون مساعد الشماس أن يحرس أبواب الكنيسة ولا يدخل داخل الكنيسة شخصا خاطئا. القديس يوحنا ذهبي الفم لما الإمبراطورة ظلمت أرملة وبعت لها وفضلت ظلمها، أول ما جت تخش الكنيسة خرج البطريرك العظيم القديس يوحنا ذهبي الفم إلى باب الكنيسة ومنع الإمبراطورة من الدخول، قال لها لا يصح أن تدخل الكنيسة لأنك امرأة خاطئة ظالمة. هنا حزم الكنيسة، ولذلك كانت الكنيسة هي مجمع قديسين. لما كانت الكنيسة حازمة كانت مجمع قديسين. لما كانت الكنيسة حازمة كان بولس الرسول يقول سلموا على كل قديس في المسيح يسوع، يرسل إلى أفسس إلى القديسين الذين في أفسس، يرسل إلى العبرانيين بنفس الأسلوب الجميل اللي يليق بالقديسين، يقول من ثم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية. لأن الكنيسة هي جسد المسيح، وجسد المسيح جسد مقدس، فما كانش فيه أعضاء خاطئة في جسد المسيح. الكنيسة كانت مجموعة قديسين، ده تعليم الكتاب. والملح الذي فسد كان لا يسمح له بدخول الكنيسة. لذلك لما المسيح بيقول أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم، لا يقصد مراكز ولا وظائف، لا. أنتم عارفين الملح دي أرخص حاجة، أرخص حاجة في تمن. لكن يقصد مين؟ يقصد مين المسيح بكلمة أنتم نور العالم وملح الأرض؟ يقصد اللي كلمهم قبل كده، للمساكين بالروح، الودعاء، الأنقياء القلب، صانع السلام، المضطهدين من أجل البر. أهدول اللي طوبهم التسع طوائف من المطوبين، هم دول نور العالم وملح الأرض، هم دول اللي هيصلحوا العالم، مش أصحاب المراكز. فإذا فسد واحد من هؤلاء بمنزل الملح،
نفس الوضع كان بالنسبة لآدم. آدم كان ملحا للأرض وكان نورا للعالم، كان صورة الله ومثاله. نخلق إنسانا على شبهنا فيتسلطون على الكل. على طيور السماء وعلى سمك البحر وعلى كل ما يدب على الأرض. كان آدم هو نائب الله على الخليقة الأرضية كلها. ثم فسد هذا الملح، يطرح خارجا فطرده من الجنة. كلمة يباس من الناس يعني يحتقر من الناس. ولذلك ربنا عنده ايه؟ من كتب ناس سعد هل انت كنت في الاول صورت ومثال لانك كنت تسلك حسب الروح. دلوقتي ايه؟ دلوقتي انت تراب. انت ايه؟ تراب، والى التراب تعود، وكتراب تداس من الناس، وكتراب تداس من الناس. انت تراب، مش انت صورت الله. شوف الوضع ده من الاثنين، التحول. طب ومين اللي يدوسوك؟ قال له الحيه تسحق عقبك، هو ده اللي موجود. قال لحواء اضع عداوه بين نسلك ونسلها، هو يسحق راسها والحيه تسحق عقبه. وما زالت الحية تفعل هكذا، كل واحد ماشي على الأرض تسعى وراه وتمسك عقبه تتعقبه. أنا يباس من الناس. وبعدين يقول لا يصلح لشيء، الملح إذا فسد لا يصلح لشيء. صعبة، صعبة كلمة لا يصلح لشيء، وصعبة كلمة يباس من الناس. أنا عايز أفرق بين نوعين، بين الملح اللي يطرح خارجا ويباس من الناس، هو الذي فقد طبيعته، يعني أصبحت لا ملوحة فيه، فقد طبيعته الملحية. وبين الذين يصيبهم ضعف، إما فساد مؤقت أو جزئي، لكن ما زال محتفظ بطبيعته كصورة لله. شوف، قلنا إن في نوع من الانحراف الفكري أو العقيدي. واحد زي أنس كان ملحا في الأرض، كان أشهر واعظ في الإسكندرية وأشهر قس في الإسكندرية، وكان ذكيا جدا. ثم فسد هذا الملح، فماذا كانت النتيجة؟ حكم عليه المجمع المسكون الأول وعزله من جسم الكنيسة، وطرح خارجا ليباس من الناس. خدوا بعد كده اثنين من بطاركة القسطنطينية، البطريرك مقدونيوس والبطريرك نسطور. مقدونيوس حكم عليه المجمع المسكون الثاني، ونسطور حكم عليه المجمع المسكون الثالث. انحرفوا في العقيدة، هرتقوا، طرحوا خارجا ليباس من الناس. ده نسطور ده نفوذ الى صعيد مصر، لانه عارفين الناس بتوع الصعيد متمسكين بالعقيده تماما، وجه بحر كان يجيبهم غزوات من شرق وغرب ويجيبهم خواجات من هنا وهناك، لكن بتوع الصعيد مقفلين على نفسهم ومحافظين العقيده، ما بيسمحوش من الاجانب يعني. وتمام، فودوه عند اخنين ومات هناك، وفوقيه بقوا يرموا
الزبالة بتاعتهم لدرجة دلوقتي اللي يروح في إخنين يلاقي في حتة اسمها تل مسطور. تل مسطور، تل من الحاجات اللي رموها فوق مسطور. عايزين نقسم الناس أكتر من كده؟ وكان راجل كبير ورئيس الشعب وطاقي، كان أعظم راهب وأتقى راهب وأقدس راهب في القسطنطينية. وانحرف عقيديا فطرح خارج اليوداس من الناس. الكنيسة لا تجامل. أوريجانوس كان أعظم لاهوت في عصره، بل ربما من أعظم اللاهوتيين في كل العصور. وبعض القديسين قالوا لا يوجد العقل البشري الذي ما يستطيع أن يعي كل ما كتبه أوريجانوس. وبعدين انحرف في الإيمان وحكم عليه البابا القديس ديمتريوس، وحكمت عليه كنائس، وحكم عليه قديسين زي القديس إبيفانوس أسقف قبرص، زي القديس جيروم، زي القديس أغسطينوس، وحكم عليه مجمع من مجامع إخواتنا الروم الأرثوذكس في 15 حرب ضد أوريجانوس وأفكاره، درجة المقال على نفسه أيها البرج العالي كيف سقط. كان منحا للأرض، الذين يدافعون عنه يدافعون عن منظير. ويحاولون أن يلتمسوا العذر أن الأخطاء ليست له وإنما للخطاطين والناسخين، لكن طرح خارجا ليس من الكنيسة القبطية فقط إنما من كنائس كثير، من كنائس كثير. في أنبياء، أنا أضرب لكم مثل بنبي تستغربوا، صدقوني إن سيرته مأساة. مأساة بجد. نبي عظيم اسمه بلعام. بلعام ده بيقول ايه؟ ده بيقول الكتاب كان عليه روح الله وظهر له ملاك وكلمه، وبيقول عنه وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع اقوال الله، الذي يرى رؤيا القدير مطروحا وهو مكشوف العينين، وتنبأ نبوءات عظيمة جدا عن المسيح وعن الشعب الإسرائيلي. ولما أراد بلاق أن يستخدمه قال عبارته المشهورة، ولو أعطاني بلاق، بلاق ده ملك معاد، ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة وذهبا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أو شرا من نفسي، الذي يتكلمه الرب إياه أتكلم. وفعلا تكلم الرب على فمه بنبوءات وسجلها في الكتاب. وماذا كانت النتيجة؟ هذا الملح العظيم بالعام فسد وطرح خارجا ليداس من الناس. وربنا في إحدى الرسائل السبع التي أرسلها إلى كنائس آسيا، الرسالة إلى ملاك كنيسة برجاموس، قال له عندي عليك أن هناك قوما يتمسكون بتعاليم بلعام الرجل الذي جعل الشعب يخطئ. وضاع بلعام ويذكر ضمن الملح الفاسد الذي بيس على الأرض وما زال يداس إلى الآن. بداية طيبة وانتهت نهاية سيئة.
كم من إنسان بدأ ملحم ثم فقد منوحته وفقد مناحته وليس من الناس. مأساة بالعمد، مأساة. مأساة أخرى شمشون. ده شمشون اختير برؤية من ملاك الرب، ظهر لأمه العاقر وقال لها ربنا هديك ولد وهيبقى ويبقى، وحل عليه روح الرب وكان روح الرب يحركه وصنع بها الله عجائب وخلاصا. ثم فسد هذا الملح وكان قاضيا لإسرائيل وفسد هذا الملح، تعرف على دليل وعلى امرأة زانية أخرى وكان نزيرا للرب ففقد نزره وحلقوا شعره وقلعوا عينيه وبعدوه يبر الطاحون. ملح فسد ليس من الناس، ولكن شمشون لفترة مؤقتة لم يكن قد فقد ملوحته بعد، كان قد اتسخ من الخارج لكن ملوحته فيه، إيمانه في قلبه كان لا يزال موجود فيه. عشان كده بقول لكم تفرقوا بين اللي فقد طبيعته وبين الذي اتسخ من الخارج. كانت النتيجة انه تاب، والكتاب في سفر القضاء اصحاح 16 يقول وابتدأ شعر رأسه ينبت من جديد وصلى صلاة واستجابه الله وصنع من الله نصرا. ولكي يطمئن القديس بولس الرسول على نهاية شمشون ذكره ضمن رجال الإيمان في عبرانيين إصحاح 11. ملح تعرض للفساد وكاد يضيع، لكنه على الرغم اتساخه لم يفقد ملوحته. نرجو أن يكون هذا أيضا هو مصير سليمان الحكيم. سليمان الحكيم كان ملحا للأرض وكان نورا للعالم، لا يشك أحد في هذا. أمثاله العجيبة، حكمته العجيبة، ظهر له الله مرتين، كلمه فما لأذن، كتب بعض أسفار الكتاب المقدس. ثم فسد هذا الملح برضو أقول دون أن يفقد ملوحته، اتسخ من الخارج دون أن يفقد ملوحته في الداخل. ويحكي لنا الكتاب هذا الفساد في سفر الملوك الأول إصحاح 11 بكلمات تعتبر مأساة. مأساة يقول إيه على سليمان اللي كانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمانت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أمن قلبه وراء آلهة أخرى. سليمان وراء آلهة أخرى، مش معقول يا رب الكلام ده، لكن حصل. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داوود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة السلجوقيين وملكون رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداوود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفع لكموش رجس المقابلين على الجبل الذي تجاه أورشليم. كلام صعب مش قادر أكمله. ملوك الأول إصحاح 11 من آية 3 لآية 7.
لم يترك الرب هذا الملح الطيب الذي ملح بلادا عديدة وما زال يملح أجيالا حتى بعد وفاته، لم يتركه ليطرح خارجا ولباس من الناس. فتاب سليمان في أواخر أيامه وكتب سفر الجامعة دليل توبته، وقال إنما جربت كل حاجة فوجدت الكل باطل وقد ضريح. وأعتقد أن سليمان تنطبق عليه الوعود التي قالها الرب لأبيه إنه يتولد لك ابن ويجلس على عرشك، وإن أخطأ أؤدبه لكن لا أنزع رحمتي منه. أهو تأديب ربنا بيسمح بيه لكي هذا الملح لا يطرح خارجا ويداس من الناس. كويس التأديب ده. داود أيضا كان ملحا واتسخ في فترة من الأوقات، لكنه استعاد نشاطه واستعاد روحياته وغسله الله فبرد أكثر من الزلق. وما نقدرش نقول فسد هذا الملح، نقول أخطأ، نقول اتسخ، نقول غلط، نقول أي حاجة، لكن بقيت من روحته فيه. بقول الكلام ده لأن البعض ييأس منكم إذا سقط في سقطة يقول أنا ملح وخلاص وفسدت وأداس من الناس. لا أبدا. الصديق بيسقط 7 مرات ويقول، والنبي يقول لا تشمتي بي عدوتي إني إن سقطت أقول. حاجة مؤقتة، حاجة عارضة لهذا الملح. الشخص بقى مسيح الرب اللي ضاع خالص، واحد زي شاول الملك. شاول الملك ده أول واحد قيل عنه إنه مسيح للرب من الملوك، أول ملك. وحل عليه روح الله وتنبأ شاول، حتى قيل أشاول أيضا بين الأنبياء صار مسيح الرب وصار نبيا وسط الأنبياء وحل عليه روح الله وصار أول مسيح للرب. ثم فسد هذا الملح، أراد أن يستقل عن الله، سقط بالكبرياء، بشعوره بذاته، بشعوره بشخصيته، واستقل عن الله وتصرف بدون مشورته وبدون علم النبي صموئيل، وكانت النتيجة مأساة لهذا الملح الذي طرح خارجا. يقول ايه الكتاب؟ وفارق روح الرب شاول وبغته روح الربيع من قبل الرب. وأصبح مسحة بدون روح وفقد كل شيء. في فرق بين خطأ الشخص العادي وخطأ الشخص اللي هو ملح للأرض ونور للعالم. لأن الكاهن نستمد نورنا من الله، النور الذي فينا ليس هو منا لكنه من الله. كل ما نقترب من الله ينعكس نوره علينا فنضيء، إن ابتعدنا عن ربنا نبتعد عن النور فنرجع إلى ظلمتنا. ولذلك تجد القمر لما يبتعد عن الشمس خالص في آخر الشهر العربي يتحول إلى محاق، إلى ظلمة، يرجع يقترب من الشمس ينمو في ضوئه من هلال إلى تربيع إلى بدر. بدر بيكون في عمق الاقتراب من الشمس. وهكذا نحن كلما نقترب من الله كلما نضيء، كل
لما نبعد عن الله النور الذي فينا يصبح ظلام. انتم نور العالم. ازاي؟ بقربكم من الله تقتربون من هذا النور الحقيقي فتضيئون وتنيرون لغيركم. مش عايز النور الذي فيك يصبح ظلاما، خليك قريب من ربنا، خد من نوره باستمرار فتستنير وتنور وتصبح نورا للعالم. والإله من المجد الدائم.